ارض الملعب، نطمن منه على الاصابات والاجواء فيما حدث بعد نهايه هذه المباراه. تفضل الشريف. تحت ليك يا كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مليون مبروك النهارده، فوز غالي للنادي الاهلي يرفع رصيده الى 6 نقاط في يمكن مباراه صعبه جدا في اول ربع ساعه، يمكن بيحصل اصابتين ورا بعض. خلينا نطمنك وطمن كل جماهير النادي الاهلي عن الاصابات. يمكن سعد سمير عنده مشكله في انكر رجله، وبين شوطي المباراه يمكن اتجه الى احد المستشفيات عشان يجري اشاعه، والدكتور خالد محمود بكره باذن الله يشوف هذه الاشاعه ويطمنا بكره باذن الله. يمكن الاصابه الاخرى الاجاييه عنده شد في الخلفيه كان ممكن يكمل، ولكن الجهاز الفني فضل راحه اللاعب لان توالي مباريات. خليني اقول لك قبل ما نتحرك من الفندق كان جمعني لقاء مع الدكتور خالد محمود، وكنت بتكلم معاه عن اصابات النادي الاهلي، فالراجل كان بيقول لي انا متخوف لان ضغط المباريات كل 3 ايام مباراه ده انتحار، مش يعني هيحصل اصابات، هيحصل اصابات الفتره المقبله. قال لي ولا ارض ملعب ممكن يعمل اصابات ولا اي حاجه، ضغط المباريات المتتالي ورا بعض وسفريات وكل 3 ايام مباراه في الدوري، مباراه في الكاس، مباراه في بطوله افريقيا، فهيحصل طبعا اصابات. ويعني للاسف حصل اصابتين النهارده يمكن بدري جدا في عمر المباراه، ولكن باذن الله بكره يطمئن على نتيجه اشاعه سعد سمير الاصابه في انكر الرجل زي ما بقول لك كابتن اسلام، واجاي عنده شد في الخلفيه باذن الله يكون شد خفيف ويكون جاهز للمباريات المقبله. بكره الاهلي هيتمرن باذن الله في يمكن الساعه 12 ظهرا عشان خاطر يستعد للمباراه المقصه اعاده النادي الاهلي، مباراته اخرى يمكن ما فيش راحات، على طول مباريات متتاليه، فربنا يكرم باذن الله ويكون القادم كله انتصارات. خليني اقول لك مشهد النهارده لفت نظري كابتن اسلام بعد احراز الاهلي الهدف الاول، يمكن اللاعبين الاهلي كانوا بيحتفلوا عند وليد سليمان، يمكن مدير الكوره قام قال للازارو خليك في وسط ملعب الفريق الخصم عشان ما يسنطروش ويلعبوا على طول. يمكن لقطه لفتت نظري، ومدير الكوره كابتن سيد بحييه عليها، كان فاطن جدا ان كان ممكن لاعبي طبعا بلاتينيوم يسنطروا ويروحوا يعملوا هجمه خطيره على النادي الاهلي، فبحيي الكابتن سيد على هذا المشهد اللي شفته انا بالتحديد. جمهور النادي الاهلي شابوه في الدقيقة 65 بعد ما غادروا ملعب المباراة، رجعوا مرة أخرى وتشجيع ولا أروع ولا أقوى، يمكن هز كل جنبات الاستاد، خلى حماس، خلى روح كبير في الاستاد بالناشئ جماهير النادي الأهلي، خليك في ظهر فرقتك، خليك ورا فرقتك، عشان أديك شفت نتيجة اللعب. أول لما شجعت، أول لما حمست لعيبة النادي الأهلي، الأداء اختلف وكان في روح قوية جدا مع لعيبة النادي الأهلي. في النهاية كابتن إسلام مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، الفوز اليوم وبإذن الله القادم كله انتصارات. إليك الكلام مرة أخرى كابتن إسلام. يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا شريف، وأهم حاجة قلتها الحقيقة طبعا 3 نقاط هامة وكل ده واللقطة اللي حضرتك